محمد بن بريك المري. متواصلين أيها الأخوة مشاهدين الأعزاء مع انطلاقة الشوط الثالث على بركة الله، تمت الانطلاقة لأيضا الشوط الثالث ويحمل أيضا الأعداد هنا 29 مشاركة في هذا الشوط. أتمنى لي ولكم التوفيق مشاركين الأعزاء وأيضا المتعة وأيضا للمشاهدين والمستمعين الأعزاء الذين يشاهدون قناة الهجن هنا في منطقة الشحانية وضواحيها، وأيضا المستمعين الأعزاء أينما حلوا وأينما تواجدوا على ذبذبات الاف ام 88.6 اف ام التي تنقل إليكم وعلى مسامعكم هذا الحدث الرياضي التراثي الذي يقام في هذا اليوم. البداية مباشرة مع دمعة لمظفر بن محمد بن العضيلي، تسيطر شعار عسيلة من احتلت المركز الأول في الشوط الماضي، يأتي هذا الشعار على ظهر دمعة. دمعة وهي ضيفة عانية ومتعنية من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، نرحب بكل الضيوف الأعزاء المتواجدين في هذا السباق المحلي السادس. دمعة تسيطر على المركز الأول، مظفر بن محمد بن العضيلي نقلة إلى المركز الثاني، الشاهينية لفيصل بن طالب بن شريم المري نقلة إلى ثالث المراكز، الشاهينية لسعيد بن محمد بن هويمل العامري تليها في المركز الرابع الشاهينية لمحمد بن سالم بن عجيان المري، ونقلة إلى المركز الخامس ومن بدأت بالتسلل الظبي لحمد بن راشد بن راية، وأخذت الظبي تشق طريقها وانتزعت المركز الرابع، بينما المركز الخامس الشاهينية لمحمد بن سالم بن عجيان المري، ولكن ينخطف من قبل شواهين لمحمد بن معتوق العامري، تتقدم شواهين وتنتزع المركز الخامس، وعودة إلى دمعة، عودة إلى دمعة ودموع الفرح في هذا الشوط. إن فازت دمعة بلا شك للعضيلي، يا سلام، إبداع وتميز لهذا الشعار. إذن ما زالت دمعة شعار عسيلة من حسمت مجريات الشوط الثاني، وأيضا كان توقيتها ممتاز، ويسعى هذا الشعار لحصد النقطة الثانية. إذن العضيلي يسعى لحصد النقاط في ميدان التحدي. يا سلام يا دمعة، يا سلام يا دمعة، تسيطر تمام السيطرة على مجريات الشوط، و1200 متر بينما المركز الثاني الظبي لحمد بن راشد بن راية المري نقلة إلى شواهين. يا سلام بسرعة الشواهين في المركز الثالث لمحمد بن معتوق العامري، تليها في المركز الرابع اللي من الجانب الآخر الشاهينية لسعيد بن محمد بن هويمل العامري، ونقلة إلى خامس المراكز. أعطوني رقم المركز الخامس اللي أراه محجوب، نحاول نتعرف على خامس المراكز، الجازي لراشد بن محمد الزقيبة، بدأت الجازي في التقدم واحتلت المركز الرابع، ولكن دمعة 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 دمعة، يا سلام، دمعة تصر على النقطة الثانية للعضيلي، ولكن أرى الخطورة، أرى الهجوم، أول الواصلات الشاهينية لسعيد بن محمد بن هويمل، أيضا من الجانب الأيسر وصلت الجازي لراشد بن محمد الزقيبة، وأيضا الظبي لحمد بن راشد بن راية. يا سلام، المركز الخامس والأخير ليالي لماجد بن محمد بن حلفان، ولكن دمعة دمعة والظبي والجازي، دمعة والظبي والجازي، أيضا اللي من الجانب الآخر الشاهينية شعار بن هويمل، ولكن بن راية يتسلل، شعار بن راية يتسلل. يا سلام يا سلام يا سلام، أيضا الذيبة لسليمان بن رويشد الجهني، يا سلام يا بوي الذيبة، يا سلام، ركز يا مصورنا العزيز على الذيبة، ركز على ضيفة الميدان العانية من المدينة المنورة الشريفة للمشاركة في هذا الشوط. يا سلام، ولكن الشاهينية الذيبة والشاهينية، الناموس إلى أين؟ إلى أين سيتجه الشوط؟ الذيبة من الجانب الآخر، عادت الشاهينية لسعيد بن محمد بن هويمل، يا سلام، تهانينا والناموس لمالك الشاهينية سعيد بن محمد بن هويمل العامري على فوزها وانتزاعها
لهذا الشوط. المركز الثاني الذيبة لسليمان برويشد الجهني، المركز الثالث الظبي لحمد بن راشد بن راية المري، المركز الرابع شواهيل لمحمد بن معتوق العامري، والجازي احتلت المركز الخامس لراشد بن محمد الزقيبة المري. كانت هذه النتيجة أيها الأخوة مشاهدين الأعزاء ومستمعين الكرام للخمس المراكز المتقدمة الأولى. تشاهدون لحظات وصول الشاهينية، قطعت المسافة في 4 دقائق 42 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا وناموس سعيد بن محمد بن هويمل العامري. المركز الثاني الذيبة قطعت المسافة الذيبة في 4 دقائق 42 ثانية 69 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لسليمان بن رويشد الجهني. بينما المركز الثالث كان من نصيب الظبي، قطعت المسافة في 4 دقائق و43 ثانية 14 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لمالك الظبي حمد بن راشد بن راية المري. وشاهدنا تشاهدون